كان معي سؤال تحت الهواء عن أصابع السمك، يعني الفينجر فيش، سمك الأصابع بيجي بيخلطوا معه، عم بيقولوا إنه بيخلطوا معه بعض الرخويات من سمك البحر أو من مأكولات البحر. هون هذا حلال أم حرام أكله؟ شو بيفرق عن السوتشي اللي سألنا فيه يعني الأسبوع الماضي؟ من قرايبه قرايبه يعني متى ما في خلط بعض الأنواع. نعم، إذا اختلط الشيء الذي يجوز أكله مع الشيء الذي لا يجوز أكله فلا نستطيع أن نأكله كله، ما فينا، ما بنقدر، لأنه في شيء حرام بقلبه، في شيء حرام. هذا الأصبع وهذا السوتشي إذا في علم يعني مع العلم تأكد، مش بس شك، علمنا أنه في بقلبه أشياء محرمة الأكل لا يجوز لنا كمسلمين أن نأكله.